كرة من خلال الشعلالي مع إيهاب المباركي، المحاولة للترجي يرفع الكرة والتدخل من سليمان كشك، سليمان صمام الأمان في دفاع الزياء، أرجع الكرة للترجي بقرار من المساعد الأول أيمن إسماعيل، المساعد الدولي اللي دخل القائمة الدولية هذه السنة من مواليد 1986. الروبلي بتاع اللقطة والعملية بين سليمان كشك، الجذب من القميص مع الفخر الدين بن يوسف، عروج في الكرة الأخيرة، سليمان كشك المخالفة للترجي. نلعب تقريبا في 9 دقائق لعب، المباراة ما زالت متعادلة 0-0. خليل شمام في تنفيذ المخالفة، لاعبي النادي الأفريقي الكل في مناطقهم. يلعب خليل شمام المخالفة، كابيتان الترجي الرياضي التونسي، يتعاقد جوان 2017. كرة من خليل شمام داخلية والتصدي من فاروق بن مصطفى، ماذا يقول؟ هدف أول الترجي، 1-0 في 9 دقائق لعب. طه ياسين الخميسي، أي مخالفة وأي خطأ وأي هفوة وأي جول بعد هذه الكرة الثابتة لخليل شمام. 1-0 افتتاح باب التسجيل للترجي الرياضي التونسي في بداية المباراة. 9 دقائق لعب، هدف أول الترجي ذي الإعادة. خليل شمام على مستوى التنفيذ، الخنيسي يلمس كرة الأولى، تضرب في فاروق، تعاود ترجع تضرب في الخنيسي مرة أخرى، وهدف أول للترجي الرياضي التونسي. 1-0 الخنيسي للترجي في الدقيقة 9. هذه الكفرات كيفاش كانت؟ ضربت في فاروق بن مصطفى وضربت في طه ياسين الخنيسي. لاعبي النادي الافريقي طالبوا بوضعية التسلل لمهاجم على الترجي ايمن اسماعيل، المساعد الاول يقر تربيات العاصمة. هدف 1، كرة من غازي العيادي يرفع الكرة، التدخل من منتصر الطالبي، ارجع الكرة لغيلان الشعلالي طويلة، سليمان كشك في دفاع الافريقي وحده مع طه ياسين الخنيسي، ياخذ الكرة الخنيسي، الخنيسي وحده، تجي المساندة من فخر الدين بن يوسف، التصويبة، جول للترجي، فخر الدين بن يوسف، فخر هجوم الترجي يسجل الهدف الثاني بعد خطأ كان كبير من سليمان كشك، يقطع الكرة الخنيسي وسجل الهدف الأول، يعطي الاسيست بتاع البونتو الثاني للروج كيما جات، يصوب في مرمى فاروق بن مصطفى، هدف ثاني للترجي في توقيت 42 دقيقة لعب. 2-0 الفريق كان مسيطر نوعا ما، كان يلوج على التعديل على كرة عكسية مخادعة يخسرها كشك بإصرار وعزيمة من طه ياسين الخميسي، يعطي باس الروج من غير ما يفكر، كانت سهلة أو صعبة على فاروق بن مصطفى بكرة بالانتريير فخر الدين بن يوسف، تصويبة أرضية يباغت فاروق بن مصطفى، كانت ميتة مع القائم الأيمن لفاروق، وهدف ثاني للترجي في هذا الدربي.